وعلى قاعدة أن العراقيين يختلفون في التوزيع الجغرافي لكن همومهم يكمل بعضها الآخر، فرغم مضي 6 سنوات على تحرير الفتاة الأيزيدية مديحة من تنظيم داعش إلا أنها لازالت تتذكر ألم السنوات الثلاث التي قضتها بين بيعها أو تقديمها كهدية بين أعضاء التنظيم، لتروي بحرقة ما جرى لها. مراسلنا يوسف البرهان التقى مديحة وعد التقرير التالي. رغم مرور 6 سنوات على تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مديحة الناجية الأيزيدية لم تنسى ذكرياتها الأليمة في فترة اختطافها من قبل التنظيم الإرهابي، والتي بقيت تحت سيطرتهم لأكثر من 3 سنوات. بحرقة وحزن تروي قصة سبيها وتحكي عن عمليات بيعها واغتصابها، والتي تمت بمبالغ مالية أو هدايا بين الدواعش. أنا مديحة وأنا ضليت مع داعش 3 سنوات وشهرين، فباعوني 4 مرات داعش، ضربوني عضبوني يعني اغتصبوني 3 مرات، وبعدين تحررت الحمد لله. هسه متحررة 6 سنوات. تعامل مع هم عاملوني عمل سيء، يعني مثل الضرب والتغير الدين وفرق عن أم أب، ومثل اغتصاب، هذول عملوني. كانت صعبة بس يعني 3 مرات اغتصبوني. لا والله كنت ما أعرف شنو صار بيهم وما صار بيهم، خدوهم هما كمان. تحررت مديحة لكن الألم النفسي والجسدي لم يفارقها. عادت إلى سنجار ولم تكن مدينتها على حالها. من الموصل يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائية.